أربعة أشياء تجلب الرزق، فما هي؟ قيام الليل والصدقة والاستغفار وصلة الرحم. وأربعة أشياء تمحو بركة الرزق، فما هي؟ نوم الصباح وقلة الصلاة والكسل والخيانة. ومن هم أكثر من يموتون بسوء الخاتمة؟ آكل الربا، فآكل الربا مشهود له بسوء الخاتمة. ومن هو أحب الناس إلى الله؟ أنفعهم للناس. وما هي النار التي لا تحرق إلا صاحبها؟ نار الحقد. ومن هي المرأة التي يحرم على المسلم الزواج بها وليست من محارمه؟ هي المرأة الملحدة التي لا تنتمي لليهود ولا للنصارى. وما هي أحب الأعمال إلى الله؟ الصلاة في وقتها ودخول الفرح على مسلم. ومن هو الذي تخرج خطاياه من تحت أظافره؟ من توضأ فأحسن الوضوء. ومن هو الذي يكتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق؟ من واظب على صلاة الجماعة 40 يوما مدركا لتكبيرة الإحرام. وما هما العينان اللتان لا تمسهما النار؟ عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.